عم حربي، طبعا الماتش ده ماتش مهم جدا وفوز مهم جدا للنادي الاهلي، ولكن دائما عندنا لسه مباراه ثانيه وعندنا شوط ثاني ان شاء الله. احنا خلصنا الشوط الاولاني من المباراه الثانيه، من المباراه الاولى، ده الشوط الاولاني، وما نستهنش. احنا هننسى الماتش ده عشان الماتش الجاي مهم، مهم جدا 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 جدا. والعشره قربت يا كابتن اسلام. يا رب يا رب جدا إن شاء جدا حبيبي. والله وشك حلو، والله وشك حلو يا شباب. بالراحه واحده واحده، انا هاخد الناس كلها. تعال ايه رايك في الماتش؟ الحمد لله احنا عملنا ماتش جامد النهارده، بس كان ناقصنا بس شويه يعني ايه، مش خوف يعني، شويه رجوله كده اهوت، بس هو ده اللي كان ناقصنا النهارده. كنا هنكسب كتير النهارده. بس لسه الشوط الثاني. لا احنا لسه لسه الشوط الثاني. وقت مني ليك خلصت. لسه. انا بقول لك بقى ان الماتشات الثانيه دايما بتبقى اصعب من الماتشات الاولانيه. لا هنكون في المدرج ان شاء الله وهنساند النادي. يا رب باذن الله خير باذن الله. الله حبيبي ان شاء الله. شايف الماتش ازاي؟ الماتش بصراحه جميل جدا، والاهلي لعب برجوله، وان شاء الله الماتش الثاني هنكسب ثلاثة والعشرة بتاعت الاهلي بامر يا رب ان شاء الله. بس الماتش الثاني هيبقى اصعب من الماتش الاول. هيبقى اصعب، بس اهل لعيبتنا رجاله، وان شاء الله هيلعبوا برجوله وهيجيبوا ثلاثة، وهنعمل ماتش حلو قوي، هناخد العشرة يا رب ان شاء الله. تعالى قول لي رايك، كنت لابس احمر كده. شفت الماتش يا كابتن؟ شفت الماتش، اداء رائع جدا من النادي الاهلي، واداء رجولي، وان شاء الله العشرة بتاعتنا باذن الله. باذن الله يا كابتن. لسه الشوط الثاني، الماتش اللي جاي ان شاء الله يوم 26 ان شاء الله هو الاهم دلوقتي باذن الله، في الفوز فيه برضو ان شاء الله 3-0 ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله. تعالى قول ان شاء الله الاهلي يفوز ويكمل الانتصارات. بس النهارده انا زعلان من النادي الاهلي، كان يشيلهم اقل حاجه 3-0 النهارده، 3-0 كان. ما هو ده يخلينا، ما هو ده برضو يخلينا نقول ان لسه لعبنا بدفاع الزمالك، بدفاع الترجي، ماتش مالوش حل، ممكن فوزنا 3-0 على الاقل. الماتش النهارده، الماتش النهارده كله حلو، لكن ان شاء الله الشوط الثاني ان شاء الله 26 باذن الله فوز ان شاء الله باذن الله، والاهلي يقابل وده يفوز على وده باذن الله. وش كان حلو يا جماعه؟ ان شاء الله الاهلي فريق كبير وفريق عظيم، وان شاء الله ان شاء الله هنعود الماتش اللي جاي، وان شاء الله البطوله للاهلي. الاهلي فريق كبير وفريق عظيم يا رب ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين دايما بنحب نبقى وسط الناس، لان هم الناس هم حياتنا، والناس هم جمهور النادي الاهلي زي ما انتم سامعين وزي ما انتم شايفين، وحاجه مفرحه جدا. ولكن ما زال هناك شوط ثاني في مصر ان شاء الله يوم 26. كل التوفيق للنادي الاهلي.